السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، طلاب الصف الثاني. إن شاء الله نبتدي مع بعض الحصة الثانية من هذا الأسبوع. هنكمل في درس ماء البذور. قلنا في نهاية هذا الدرس سوف أستطيع أن أذكر أن العديد من النباتات بما فيها الأشجار والمحاصيل تنمو من البذور. أحدد العوامل التي تحتاج البذور إليها كي تنمو. طيب نفتح مع بعض الكتاب المدرسي صفحة 179. ما أنواع الطعام التي تنمو من البذور؟ زي ما احنا شايفين كده عندي في فوق البذور وموجودة تحت النبات بتاعها، ده نبات الايه؟ القمح. البذور لما بنزرعها في الأرض بتعطيني، كل بذرة احنا قلنا بتعطي نبات مختلف، سواء كان فواكه أو سواء كان خضروات. طيب زي مثلا الطماطم، احنا عندنا زي ما احنا شايفين هنا كده نبات الطماطم وموجود داخله البذور الصغيرة اللي في الداخل. نرسم النبات، اي نوع من انواع النباتات، مش لازم الطماطم، اي نبات قادرين نرسمه ونرسم البذور بتاعته. طيب انظر الى الصورتين امامك. عندي زي ما احنا شايفين كده دي اراضي او ارض مزروعة بارز او قمح. دايما النباتات زي الارز والقمح بتحتاج لمساحات واسعة، تمام؟ ليه؟ لانها هو مش نبات واحد، مش هينفع ناكل رزة واحدة يعني، فعشان كده احنا بنحتاج النبات الارز ده بيحتاج الى كميات كبيرة ومساحات واسعة وكميات كبيرة كمان من الماء. يبقى علشان نزرع الارز والقمح بنسميهم في منطقة، بنزرعهم في مناطق اسمها مروج، زي المناطق اللي احنا شايفينها دي، لانها بتحتاج لمساحات واسعة وكميات كبيرة جدا من الماء. طيب وبنسمي النباتات او الحاجات اللي موجودة قدامنا دي لما بتتزرع بنسميها محاصيل. طيب المحاصيل ايه اختلافها عن النبات؟ احنا قلنا النبات كشكل، مثلا عندنا نبات الوردة، نبات اي نوع من انواع النباتات، لكن المحاصيل دي بتكون النبات اللي بيعطيني غذاء، النبات اللي يعطيني غذاء اللي بيطلع لي ثمار عشان ناكلها، زي محصول الطماطم، محصول الخيار، محصول الارز، محصول القمح، اي نوع من انواع المحاصيل اللي بتعطيني الايه؟ الغذاء. يبقى الفرق بين المحاصيل والنباتات الاخرى ان المحاصيل بتنتج طعام، بتديني طعام انا هاكله، اما النباتات الاخرى زي عندنا نباتات الزينة، نباتات الورود الجميلة دي بنسميها نبات. اذا توفر بعض انواع النباتات التي تنمو من البذور طعام. مش كل النباتات بتديني طعام، لا، البعض بيعطيني طعام ونسميها محصول. النباتات اللي بتديني طعام بنسميها محاصيل او محصول.